السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. مبروك على دخولكم كلية الطب. ناس كتيرة سألوني على النظام الجديد في الطب وانه اتغير بقاله سنتين، انتوا الدفعة رقم 3. طيب ايه التغييرات اللي حصلت دي؟ طب هل هو أحسن؟ هل هو أوحش لنا؟ طب ازاي نتعامل معاه عشان ربنا يكرمنا والأمور تعدي كويس وتجيب تقديرات كويسة؟ نظام تدريس أولاد قبل كده كان الطب عبارة عن 6 سنوات دراسة نظرية، حضرتك بتدرس مواد وبتمتحن فيها، وبعدين بعد كده في سنة في الآخر اسمها سنة الامتياز، ده عبارة عن الجزء العملي اللي حضرتك بتبدأ تشوفي حالات وتتعامل معاها. التغيير اللي حصل دلوقتي يا ولاد ان الطب بقى عباره عن 5 سنين بس وسنتين امتياز. ده معناه ان بقى عند حضرتك سنتين كاملين هتنزل فيهم في المستشفى. انا مش هقول لك احسن ولا اوحش، انا هوضح لك بس المميزات او الحاجات اللي انا شايف ان هي بقت احسن والعيوب، وحضرتك برضو اللي هتقدر تحكم بنفسك هل كده احسن ولا لا. اولا يا ولاد، حشو كتير من اللي كان موجود في المواد اتشال. يعني انا ماده زي اللي انا بدرسها اللي هي البايوكيمستري بتشرح التفاعلات اللي بتحصل جوه جسم الانسان، كان في معادلات كتيره جدا بالمطلوب منك ان انت تحفظها، زي معادلات حرق الجلوكوز، معادلات بناء الدهون، معادلات تكسير الدهون، حرق الدهون، الكلام ده كله، بناء البروتينات، كل ده كان مطلوب منك بالمعادلات. كان بيمثل عبء كتير على الطلبه، طلبه كتيره كانوا بيبقوا متضايقين ويقولوا ليه احنا بندرس معادلات؟ مش الكلام ده مكان كليه علوم، احنا المفروض في طب. شال اولاد جزء كبير من المعادلات اللي ما كانش لها اي قيمه. كمان في معظم المواد شالوا الحشو اللي هو ملوش لازمه او مش هيفرق معاك انت كدكتور، او انت المفروض هتطلع ممارس عام، فالمفروض اركز لك على الحاجات الاساسيه او الحاجات المشهوره اللي حضرتك هتقابلها بعد كده، ولما تبقى تتخصص تبقى تدرس الحاجه دي بتوسع او بتفصيل شويه. كمان يا اولاد نظام الامتحانات بقى بيساعدك على ان انت تركز على الفهم وتبعد عن موضوع الحفظ خالص. يعني معظم اسئله الامتحانات يا اولاد بقت ام سي كيو، اسئله اختياري، بحيث ان هو بيجيب لك السؤال ويجيب لك اختيارات وانت بتختار الاجابه الصح او في صح او غلط او اكمل او المصطلح العلمي. في بعض الاسئله برضو بتجي لك على شكل كيس او حاله، يشرح لك مريض معين عنده كذا كذا كذا، يسالك ايه الحاجات اللي ممكن تتعمل من العيان ده او ممكن ان انا اعالجه او الفحوصات المطلوبه مني. فبقى خلي دماغك وانت بتذاكر مركزه على الحاجات اللي انت هتتعامل معاها بعد كده كدكتور. كمان يا اولاد العملي، جزء العملي في كل ماده بقى عليه تلت درجه الماده، ودي حاجه كويسه جدا. زمان كان العملي ده بيبقى عليه درجه بسيطه كده، لكن دلوقتي عليه درجه كبيره، ودي ميزه كبيره جدا ليك انت كطالب. ليه؟ لان العملي ده هو الحاجه العمليه اللي هتفيدك بعد كده. ثانيا مذاكرته سهله جدا، فده زي هديه كده للطالب، هيرفع تقديرك في الماده جدا لانه جزء سهل ودرجاته باذن الله في معظم المواد بتبقى مضمونه. طيب ايه العيوب او ايه الحاجات اللي انا من الاخر كده اخد بالي منها وانا داخل سنه اولى؟ انا هقول لكم يا اولاد على اللي كان بيحصل ايامنا او كان بيحصل مع معظم الطلبه والتغيير اللي حصل. كان زمان حضرتك ممكن تدخل سنه اولى تقعد شهر كامل او شهرين لسه بتستكشف المواد، لسه ما انتش عارف هتذاكر منين، لسه عايز تشوف ايه الحاجات اللي انت بتستعين بيها، اجيب اطلس ايه، طب اترجم المصطلحات الصعبه دي ازاي، طب اشوف حد من زمايلي اكبر مني يساعدني، على مهلك خالص، او داخل الكليه مكسر لسه عشان اول سنه ومش عارف ايه، وطالعين من ثانويه عامه نرتاح بقى خلاص، كانوا بيقولوا لنا ان احنا هنخلص ثانويه عامه وهنرتاح في الكليه. فيعني بيبقى موجود عند معظم الطلبه التفكير ده، والنظام القديم كان بيديك فرصه ان على مهلك خالص، ما كانش في كميات كتيره بتتاخد، والوقت كان معاك ما فيش اي مشكله خالص، كان ممكن تضيع وقت كبير وبعدين تيجي تلحق نفسك قرب اخر الترم والدنيا تمشي كويس. لا، في النظام الجديد يا اولاد ما عادش الكلام ده موجود. المواد الحاجات اللي كانت بتتاخد يا اولاد فعلا في سنتين زي البايو كيمستري ده كان مقرر على سنه اولى وثانيه، بقى موجود عندكم في الترم الاولاني بس في سنه اولى، مع ان اتشال منه حشو كتير بس برضه لازال في جزء كبير هيبقى مكدس مطلوب منك في ترم واحد. كمان هتلاقي الكليه داخلين في الاول بيقول لك انه في بعد اسبوع او بعد اسبوعين في امتحان صغير او كويز، فهيبقى محتاج منك مجهود من بدايه السنه وان انت تبقى داخل مركز، تحاول ما تضيعش وقت كبير وتلم امورك بسرعه بحيث تبقى عارف انت هتعمل ايه وما تضيعش وقت في التفكير او في التردد او ان انت لسه مش عارف هتعمل ايه. الناس في الكليه اولاد بيبقوا متعاونين جدا، الدكاتره اللي حضرتك هتقابلهم في الكليه دول كل همهم انكم تبقوا فاهمين الحاجه كويس وانكم ادائكم في الامتحان يبقى كويس وتبقوا فاهمين الحاجه كويس، مفيش حد عايز يضرك ولا حد عايز ياذيك، لان انت برضو ناس كتيره او طلبه كتير بيبقوا داخلين متخوفين من دكتور الجامعه ده يعني حاجه كبيره وان انا التعامل معاه يبقى حاجه صعبه، وان لا الناس كلها المعيدين من اول المعيدين لحد الدكاتره الكبار بيبقى همهم ان هم يساعدوكوا ولو يقدروا يسهلوا عليكوا في حاجه بقدر الامكان بيعملوا. وانا اولاد معاكم من الاول ان شاء الله وزمايلي كلهم، اي حد هيبقى محتاج اي حاجه وعايز يستشيرنا في اي حاجه هنبقى معاكم ان شاء الله، واتمنى لكم التوفيق. انتوا ان شاء الله كلها كام سنه وهتبقوا زمايلنا وهتطلعوا دكاتره، اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق ان ربنا يكرمكم في حياتكم الجديده دي باذن الله.